اليوم حنا هنا كنديروا يعني معركه امام الاكاديميه الجهه ديال الدار البيضاء الصطاف، نظرا للترسيبات ديال مجموعه من الاساتذه، حوالي 12 استاذ يعني في المنطقه ديال الجديده، يعني في مركز عفوا ديال الجديده، زائد كاينين ثلاثه ديال في مركز ديال الجديده، ثلاثه ديال الحالات، ثم سته ديال الحالات في العرائش، ثم كاينه 48 استاذ حاليا راه معتصمين من داخل الاكاديميه ديال مراكش. اكيد ظلما وعدوانا، ترتيبات ظلما وعدوانا. حنا كنعرفوا بان الولوج لهذه المهنه هذه كتكون عبر واحد المباراه كتابيه شفويه اللي كيشوفوك انت واش عندك مجموعه من الكفايات والقدرات باش تقدر تولج هذه المهنه ديال التعليم. يعني المراكز ديال التكوين ماشي الدور ديالها الترتيب، الدور ديالها فقط يعني التوجيه، الارشاد، تقديم النصح، تقديم مجموعه من يعني من الورشات الى غير ذلك، باش تقدر انك كيهيئوا لك الفضاء باش انك تمشي تقدر تمارس هذه المهنه ديال التعليم. واحد الاستاذ يعني حديث التخرج وانت يعني كتحاول دير لي واحد المزوقه وكترسبوا على اساس انه ممكن باي مؤشرات انك كتعطي هذا وكتقول لي بانك انت ما عندكش كفايات، مع ذلك انه دوز مباراه كتابيه ودوز مباراه شفويه. علاش كنقولوا بان ترسيبات كيديه بمبرر دواعي شخصيه، مبررات شخصيه فقط لا اقل ولا اكثر. وبالتالي نحن من داخل التنسيقيه الوطني والاساتذه مفروض عليهم التعاقد، هاد الاساتذه المتدربين راه جزء من التنسيقيه، المرتصبين هما جزء من التنسيقيه، واكيد سننصفهم وسنسطر معارك قويه سواء جهويه او وطنيه من اجل انصافهم. وبالتالي مطالبتنا للجهات، لاصحاب القرار، للجهات المختصه، فتح كاين معنا واحد الاستاذ هنا يعني في البدايه مركز جديده في البدايه فاش تعلنوا على النتائج يعني شاف الاسم ديالو ضرا مشات عين، يعني بين عشيه كما تيقولوا وضحاها ما تيلقاش الاسم ديالو، تسبوا ليه ضرر نفسي، كيبان بانه هناك فعلا تلاعبات حقيقيه، تلاعبات ويجب فتح يعني تحقيق لموضوعي في هذه المراكز الجهويه. صراحه يجب فتح تحقيق في هذه القضيه ديال الاستاذ انه تسبوا ليه ضرر نفسي، وكيبان بانه فعلا كاينين تلاعبات في النتائج ديال التعيينات. وبالتالي كنقول باننا لازلنا مستمرين ونطالب كما قلت المره الثانيه اصحاب القرار ان ينصفوا هؤلاء الاساتذه اجلا وليس عاجلا.